عمر اليوم عنده اجتماع بالشغل وبده يرجع متأخر، لك قلت لحالي خليني اتصل فيكي. ليش عذبتي حالك؟ يسلموا هالإيدين. إن شاء الله صحة وهنا. إيه طمنيني، شو صار معك مشان شغلك؟ يعني ماشي الحال. وعن قريب في عرض للأزياء رح ساوي. شو زيزي؟ بدك تصيري عرضة أزياء؟ حبيبتي أولادك شكلهم مانهم بالبيت، وينهم؟ نوران الله يعطيها العافية درستهم وعشتهم وبعدين نيمتهم. والله برافو عليها، بينتها كتير قوية لحتى قدرت عليهم. أنا رايحة أجيب المملحة من المطبخ. طيب، يعني الواحد يحكي ضميره، البنت ريحتني كتير من هالناحية، بس بصراحة بلشت اندم لأنه جبتها لعندي. لتكون عم تسرق منك مصاري؟ لا منوب، البنت معنا هيك، بالعكس كتير آدمية، بس هي أحيانا بتلبس لبس ما كتير مضبط، شي مقشلط وشي قصير وشي صدره كتير مكشوف، شو بيعرفني؟ شو قصدك؟ ليكون جوزك عم يلعب بديله معقول؟ ما بعرف، بس لما بتلبس هيك ببلش يبحلق فيها. وليش ما بتحكي مع البنت وتفهميها؟ اللي لهيك ما بيمشي الحال، قد ما كان لازم تحترم انه في رجال بالبيت. والله بخجل احكي لها، لانه البنت ما لها علاقه، الحق على جوزي لانه هو اللي عينه لبرا. طبعا اكيد الحق عليه، بس هيك للرجال. اي شو القصة؟ بيتك بالعادة بيكون دافي كتير، بس هلأ عم تكتك شو الشوفاج منزوع؟